السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سادتي الأفاضل، وصلى الله على محمد وآل بيت محمد الطيبين الطاهرين. سادتي نلتقيكم مجددا في برنامج فيض من كربلاء، حاملين لكم بعض المناهل الإنسانية الراقية من خلال ما سنتطرق له في هذه الحلقة، لنعرض لكم جانبا آخر من جوانب شخصية السيدة الحوراء زينب عليها السلام. لكن بداية دعوني أرحب بضيفتي وسيدتي الفاضلة دكتورة كواكب الفاضلة، حياك الله سيدتي الفاضلة وعظم الله أجرك. شكرا لك، حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. حيا الله الأخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات، وعظم الله لهم الأجر، وقد كل شيء نعظم الأجر لمولانا إمام العصر والزمان. هذه الذكرى الأليمة وهذه الأيام، أحسنتم، وإن شاء الله يفتح الله لنا بتعجيل ظهوره ولنطلب بثارات الحسين. أحسنتي وبارك الله بك وعظم الله لك الأجر مرة أخرى. سادتي، نشأت الصديقة الطاهرة زينب عليها السلام في بيت النبوة ومهبط الوحي والتنزيل، وقد غذتها أمها الزهراء عليها السلام بالعفة والكرامة والمحاسن الأخلاق والآداب، وحفظتها القرآن وعلمتها أحكام الإسلام، وأفرغت عليها أشعة من مثلها وقيمها حتى صارت صورة صادقة عنها. ما رأيكم بعد هذه المقدمة لنذهب إلى هذا الفصل القصير ومن ثم نعود؟ لا تذهبوا بعيدا، انتظرونا. هاي التربة بلا محرم غربة، رجع سهم القربة يكرر نفسه، رفعت راية سواد وبجاية، لا طمنا ولقراية هوا ونتنفسه، عشنا محرم دفى برفة أعلامة، ومن قربة بوالفضل ننزف للطامة، عاشر ذكرى وطن عزة وثورة، ولياليه العشرة سفينة ومرسى. حياكم الله سادتي الأفاضل بعد هذه المقدمة القصيرة وبرنامج فيض من كربلاء. نعاود ونرحب بك ضيفتي الفاضلة، حياك الله وعظم الله لك الأجر. حقيقة سأترك المجال لك اليوم لنتحدث عن المثل الأخلاقية العليا التي كانت تتسم بها الحوراء زينب عليها السلام. يا حبذا لو تعطينا بداية مقدمة قبل هذا السؤال ومن ثم نشرع بالحوار، تفضلي. شكرا لك. بداية، إنه الدين الإسلامي أساسا هو قائم بثلاث محاور: العقيدة والأحكام والأخلاق. نعم. فإذا الأخلاق هي ثلث الدين. حسنت. ولعله لا تقام يعني الأسر إلا بالأخلاق، وعند لذلك يقول: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. أحسنت. أيضا القرآن علمنا بأن الإنسان بإمكانه أن يكون ذو خصلتين. يقول محمد رسول الله: والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. أحسنت. نعم. فهاتين الخصلتين ما بين الشدة والرحمة نجد فارقا كبيرا. نعم. علي بن أبي طالب تعلمنا من سيرته، وهو هذا الأسد الجسور، هذا الرجل المقاتل العظيم. نعم. عندما يأتي بين يدي الله سبحانه وتعالى كيف يكون ذليلا ومتواضعا، وهو رحيم أيضا برعيته، رحيم يحمل الطعام للجائعين، يتفقد. فديننا هو دين الأخلاق حقيقة، الدين المعاملة، الدين الأخلاق. نعم. أنا لا أبحث عن صفات الإنسان الأخرى التي هي تتعلق بعبادته بعقائده، ما لم أبحث في أخلاقه. الأخلاق ربما ونحن في الطريق كنت أقول لك: إذا أحببت الله أحببت رسوله، وإذا أحببت رسول الله أحببت عترته، وإذا أحببت العترة
تختار الطريق السليم. أحسنتي. فإذا الأخلاق هي مكملة لكل هذه. أنت باختيارك لآل محمد تختار الأخلاق. نعم. طيب أود أن أشير أود أن أضع يعني نقطة هامة. ما هي مفاهيم الأخلاق؟ يا حبذا لو تبيني لي وللسادة المشاهدين ذلك مفاهيم الأخلاق. نعم. الأخلاق هي أحيانا تكون صفات في الإنسان تنبع من ذاته ومن نفسه. أحسنت. وهي بالتالي تصبح سلوك. يعني مثلا أنا لا أقول على شخص ذو خلق ما لم يكن سلوكه مستمر حتى يصبح الأمر سلوكا. نعم. يجب أن يكون متكررا. أحسنت. فالفعل مرة يكون خلقه حسناً ومرة يكون خلقه سيئاً. نعم. فكلما كانت الأفعال هي محببة إلى النفس راضية للطرف المقابل وهي راضية لله سبحانه وتعالى فتكون الأخلاق حسنة. هذه لا تحتاج إلى دين، هذه تحتاج فقط إلى أن نكون على فطرة إنسانية لنعلم بأنه لا تستقيم البشرية ولا يمكن أن تسير البشرية ما لم تكن هنالك أخلاق حسنة. نعم. وإلا نصبح كالديناصورات يأكل بعضنا بعضا وتنتهي. أحسنت. أما الأخلاق السيئة فهي ربما لا تكون من فطرة الإنسان أساسا بل تكون نتيجة ضغوطات معينة، مثلا عيب خلقي في الإنسان أحيانا أو يكون تربية غير صالحة أو تكون إنعكاس لردود أفعال معينة. ردود أفعال يعني آخرين ربما ليست فقط الأسرة. نعم. الأسرة هنا تلعب الدور الكبير في إثبات الخلق الحسن أو نفيه عنها. ربما ستسألين تقولين هنالك أسر جيدة أسر بديئة. نعم. سيئة الأخلاق. نقول بأنه هذه أيضا تتبع الوراثة، تتبع التربية وتتبع الانفلات أحيانا. يعني ربما مثلا أنا الآن مربية صالحة ولكنني ربما بسبب مشاغلي أسهى عن مراقبة أولادي. نعم. عن تعليم أولادي، عن حضن أولادي. نعم. إذن لا نريد أن حقيقة نتفرع أكثر لأن الحديث عن الأخلاق شاسع وكبير جدا، لكن أرجع بالسؤال نفسه. كيف غرست سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء عليه السلام المثل والقيم الأخلاقية بنفس السيدة الحوراء عليه السلام؟ نعم. السيدة الحوراء عليها السلام أولا هي سليلة طاهرة مطهرة وأخذت بالفطرة التي خلق الله عليها وبالوراثة من أهلها، وبالتالي هي بالتربية علي بن أبي طالب وفاطمة استطاعت أن تتكامل هذه المرأة، تصبح متكاملة تماما بكل الأخلاق. مثلا السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام كلنا نساء. هي كانت تفتح بيتها لتعليم النساء مثلا. جميل. وهي تطحن الحنطة في بيتها بيديها. كانت عندما كان يراها علي بن أبي طالب وهي تتعب ذلك التعب في تنظيف البيت وعمل الطعام وتدريس النساء ولديها أطفال. جاء لها بفضة، يقال بأنها كانت عليها السلام الرحمة التي تحملها كانت تقسم العمل بينها وبين فضة. فيكون يوم لها ويوم لفضة، وفي اليوم الذي يكون لفضة هي تساعدها. الله، ما أجمل يعني هذه الأخلاق والقيم الحسنة. فهذا التواضع وهذه الرحمة أساس كل شيء. أكيد. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أحسنت. وما يعني وأساس مكارم الأخلاق هي أن يكون رحمة للعالمين. فالله سبحانه وتعالى هذه الرحمة، هذه الأخلاق جاءت من رسول الله وبأمر من الله وبوحي من الله وبتوارث جعله في نسل هذه الأسرة الطاهرة لتكتمل في أبناء فاطمة وعلي. فالحوراء زينب أخذت هذه الأخلاق أولا عندما يعني أنت أم ربما الآن. نعم. إذا رأيتي إذا ابنتك رأتك وأنت كل يوم مواظبة على أفعال الصلاة، ونحن نعلم بأن الأطفال ميالون إلى تقليد آبائهم وأمهاتهم طبعا بالفترة بالتأكيد، وكل أم تعلم أنه مرت بهذه عندما كانت بنتها أول ما تبدأ تلاحظ
تريد مثلا ان تلبس عبايه، تريد ان تلبس العمايه، تريد ان تلبس الشادر لتصلي، تريد ان تلبس ازار الصلاه، تريد ان يكون لها سجاده وتربه خاصه بها، تريد ان تقف مع والدتها للصلاه. نعم، زينب مثلها مثل كل الاطفال. نعم، لكنها زائدة على الأطفال، إنها بنت فاطمة وعلي. الله. لأن فاطمة وعلي هم الأخلاق التي تمشي على الأرض، هم تجسيد الأخلاق أصلا. نعم. فاطمة وعلي هم ما يمكن أن نسميه الرسالة المحمدية كل الإنسانية. نعم. كلها في هذين الشخصين. نعم، كيف لا وهي بنتهم. وهي تنهل يعني. نعم. كيف فاطمة لا وهي تنهل أمها الزهراء، وأيضا الحسن والحسين لا ننسى عليهم السلام، لا ننسى الحسن والحسين وأبيها الإمام أمير. نعم. المؤمنين عليه السلام الحسن والحسين. نعم. أريد أن أكمل هذه، أنهم أيضا لهم دور كبير. أحسن. يعني الروايات التي تنقل الكثيرة يعني عدا فاطمة وعلي، ربما هي نهلت من أخويها الإمامين. الله. الله. الإمامين العظيمين الحسن والحسين، سيدي شباب أهل سيدي الجنة. شباب أهل من الجنة. مثلهما من مثلهما. طبعا أكيد الحديث مشوق كثيرا عن الإمامين أو عن السيدة الزهراء نفسها، لكن اليوم يعني حلقتنا خاصة بالسيدة زينب عليها السلام ومثلها الأخلاقية السامية. أريد أن أسألك من أهم الأدوار التي مارسناها نسوة الطف. الآن نعم. سنصل إلى أرض الطف ومعركة الطف. هناك نساء مارسنا أو نسوة مارسنا يعني أدوار عديدة في النهضة الحسينية حقيقة، بالأخلاق السامية العالية، رغم أنهن قد تعرضن إلى نفس المأساة التي تعرضت لها السيدة الحوراء. يا حبذا لو تذكرين لنا بعض الشخصيات. نعم نعم، تفضل. لو تحدثنا عن النهضة الحسينية نجد أننا لا نتحرك عن نتحدث فقط عن معركة الطف. يعني أنا أريد أن أخرج قليلا يعني عن معركة الطف. النهضة الحسينية تعني لنا نعم. مثلا في مسيرة مسلم بن عقيل نجد طوعة. طوعة امرأة نعم. لو قلنا بالمقاييس التي نتحدث بها عن النساء في بيوتها، ربما كانت ستكون مطيعة لابنها ولمسيرته وهواه وكذا، لكنها بالفطرة السليمة التي تحملها وحبها لعلي بن أبي طالب، وأنها عاصرت هذا الرجل في يعني في حياتها، أنها قد اختارت طريق الإغاثة والرحمة. عندما تجد رجلا يقف ببابها وهو يسألها الماء، فهذه بدأت بالماء وانتهت بأنها تؤوي رجلا تطالبه كل الدنيا وعليه فداء لو انها استطاعت ان تسلمه. هذه من اخلاق النساء، فكيف باخلاق بنات محمد؟ هذه اخلاق النساء التي من خارج بيت محمد. مثلا دلهم او دلهم او دلهم حسب كما يعني تسمى يعني نعم. زوجة زهير بن القين. نعم. هذه المرأة العظيمة عندما يعني زوجها ميسور، و حتى يعني انا حتى زينب ترى هي امراه ميسوره، هي امراه ميسوره وتركت كل شيء وجاءت مع الحسين. هؤلاء النساء الميسورات عندما تطلب ان تتخلى عن كل شيء لتعود ماذا؟ ليذهب الزوج. نعم. او لتذهب كما فعلت السيده زينب، هي برفقه الحسين. نعم. دكتوره يعني الان سنذهب الى فاصل استطلاع كما هي العاده في او جرت العاده في الحلقات او في البرنامج، لكن يعني ان شاء الله ساكمل معك نفس السؤال، دور المحافظه على القيم والمثل والأخلاق، لكن نعم. بعد هذا فاصل الاستطلاع. سادة الأفاضل، لنذهب إلى هذا الاستطلاع ونستطلع بعض الآراء بنفس محور الحلقة، انتظرونا. الصبر والأخلاق، فكانت ترد على الكافرين رغم ما عملوه بأخوتها وبعائلتها، كانت ترد بأسلوب جميل، وخطبتها كانت عظيمة أمام الأفواه، فكانت خلوقة أخلاقها لا تمثل بامرأة، ونحن إن شاء الله مثالا يعني نمشي على هذا المسرى
ولو فشي قليل يعني نمثل السيدة زينب إن شاء الله. أجمل صفة حلت بها السيدة زينب عليه السلام الصبر، يعني رغم المآسي اللي مرت بها، رغم اللي شافتها في يوم عاشوراء اللي لدرجة إنها بيض شعرها وجفنها وحاجبها على ذاك، لدرجة إنه ما عرفوها أهل بيتها، إلا أنها ظلت محافظة على رباطة جأشها وقوتها وعزيمتها. كل هذا نابع من صبرها وقوتها. أجمل صفة عند السيدة زينب بصبرها، بصبرها علمتنا. والله يعني ما حد يصبر مثل صبرها بلا يا تشعب، ما حد يصبر منهن. فدهية قوية يعني بالصبر مالها. أطفال أخذتها هي، أخذوها للشام أطفال ربتهم وعاشت، وظفرها ما طلع السيدة زينب. حياكم الله أيها السادة الأفاضل، وعظم الله لكم الأجر مرة أخرى. طبعا بعدما رأينا هذا الاستطلاع وبعض الآراء، حياهن الله على ما قدمنا من آراء قيمة ومثل عليا سامية للمرأة العصرية. طبعا حياك الله من جديد سيدتي الفاضلة. كنت قد سألتك عن دور بعض النسوة في معركة الطف، وكيف حافظت تلكم النسوة على القيم والمثل والأخلاق. طبعا من أهم مصادق المثل والأخلاق هو الصبر. الصبر نريد أن نقف في هذه الحلقة على قسم من أقسام الصبر، ألا وهو الصبر على الطاعة ومصادقه عديدة. نذكر منه استمرار العقيلة في أداء النوافل حتى في أصعب المواقف وأحلك الظروف، فنريد أن تسلطي الضوء على هذه النقطة، وما هو الدرس الذي يمكن أن نتعلمه من ذلك؟ تفضلي سيدتي. سيدة زينب عليه السلام، أحسنت، في تلك اللحظات الصعبة جدا كيف أنها بقيت محافظة على توازنها، وهذا يعني بأن الإنسان الممتلئ إيمانا بإمكانه أن يحافظ على توازنه وعلى عقله وعلى صبره وعلى نفسه من أن ينحرف إلى الشيطان. العبادة تحتاج إلى الصبر، نعم. العبادة بالوضع الطبيعي هي تحتاج إلى الصبر، فكيف لا يكون مع الوضع الصعب الذي كانت تمر به السيدة زينب عليه السلام نفسها. ولو قالوا لنا بأنهم تحدثوا عن فروضها وليس عن النوافل، عن الفروض، نعم، أو الصلاة الواجبة، لما كنا لنتعجب، ولكنهم كانوا يتحدثون عن إنها كيف كانت تؤدي صلاة الليل وهي جالسة تعتذر من الله وتعتذر من الإمام زين العابدين وتعتذر من نفسها بأنها قد أنهكها هذا الألم الكبير، بحيث إنها لا تستطيع الوقوف لتؤدي الصلاة. هذه ليست فقط تعلمنا، هذه مدرسة كبيرة، هذه مدرسة كبيرة بأننا لا يوجد شيء اسمه أننا ننهك أمام طاعة الله، لا يوجد شيء اسمه هنالك ما هو أقوى من الإيمان بالله سبحانه وتعالى. هذه تعلمنا بأننا نحب الله ونطيعه في النوافل كما نطيعه في الواجبات. الصلاة كما هو معروف هي الحد الفاصل ما بين الكفر وما بين الإيمان. الإيمان، أحسنتي. فهذه تريد أن تقول لنا السيدة بأنه لا عذر لنا في أننا أحيانا نتشاغل عن الوقوف بين يدي الله بسبب عمل طبعا أو هي مثل أعلى لكل النساء التي حقيقة بالذات اليوم. بعض نساء العصر يعني ربما لا توجد أو لا يوجد ذاك الاهتمام الكافي تجاه، نعم، يعني تجاه الإيمان، أو أن أي مصيبة أصابت امرأة مثلا أو حتى يعني فتاة أول ما تفعله هو ترك الصلاة، وهذا وارد يعني حقيقة نأسف أن نقول ذلك، لكن هذه هي الحقيقة. نعم. أنا أقر بذلك، وأنني أرى أنه كثيرا من البنات للأسف، نعم، يعني في العالم الحالي أصبحت الناس تتهاون
عندما ترى البنات تنقطع عن الصلاة مثلا أو الأولاد أيضا ينقطعون على الصلاة، مرة بدعوة الشغل، مرة بدعوة الدراسة، مرة بدعوة الخروج والسفر، ومر يعني بأي سبب كان مهما يكون. نعم. الصلاة لا يعذر فيها الإنسان، هاي من ناحية الأحكام الشرعية أنه لا يعذر فيها الإنسان حتى الراق الأخير. يعني لك إن لم تستطع أن تؤديها واقفا فتصليها جالسا، إن لم تكن جالسا فنائما، إن لم تكن نائم لم تستطع وأنت نائم، نعم إن لم تستطع وأنت نائم فربما نعم. بالإيماء وب إن لم تستطع بالإيماءات فبرمشة العين، يعني بنظرة عينك تشير إلى هذا يبين لنا الصلاة. مدى أهمية أنت لا تستطيع الكلام بإمكانك أن تؤديها بالطريقة التي تستطيعها ولا يؤذر الإنسان من ترك الصلاة. أحسنتم. فالصلاة هي نعم. عمود الدين، إن قبلت قبل ما سواها. هنا مصداق آخر من مصاديق الصبر على الطاعة، كما ذكرت لك طبعا أن استمرار العقيلة في أداء النوافل وهي بتلك المأساة والواقعة المأساوية وذلك المصاب العظيم لا يمكن الذي لا يمكن وصفه حتى، وهي محافظة على صلاتها. الآن هنا دور أو مصداق آخر من مصاديق الصبر، ألا وهو الطاعة بالمحافظة والمحافظة على العفة والحياء والالتزام لا. والستر والحجاب حتى في أحلك الظروف وأصعبها. فماذا كانت تفعل زينب آنذاك؟ يعني نحن نعلم أساساً بأنه كل عمل يقوم به آل محمد نعم. والمعصومون تماماً كلهم نعم. قولهم وفعلهم وتقريرهم إنما هو سنة ويعني حكم شرعي. فهذه المرأة وهي تجسد هذه الأفعال بأنها واجبها يعني أن تكون مصلية، واجبها أن تكون محتشمة، واجبها أن تكون هي في ذات الوقت هي معلمة ومدرسة لنا. للأسف الآن ونحن نرى بأنه الناس تذهب إلى مفهوم الحجاب الذي أصبح تقليداً للغرب، بل والغرب هم الذين يلبسوننا بحيث أن ملابس الحجاب الآن كلها مستوردة من دول غير إسلامية. أحسنت. يعني حقيقة هذا ما يدمى، ما يمكن أنه يعني لا يمكن أن نسميه بالحجاب، يجب أن ننتبه له. هو يعني يجب أن ننتبه إلى أنه ليس بحجاب، إنما نعم هو مجمل ومكمل لشكل المرأة. نعم. الصبر على الطاعة والصبر على الحجاب مثلا نعم. والصبر على كل الأفعال الأخلاقية السامية، يعني حتى عندما نقول ليس فقط في الأفعال البدنية اللي هي لباس وحجاب وصلاة، أيضا الصبر على المعصية، على عدم رد الأذى، عندما يسبني لا أسبه، عندما يذكرني بسوء لا أذكره بسوء، عندما يختابني لا أختابه، كل هذه علمونا إياها. يعني في رحلة السبي كان يشتم علي بن أبي طالب على يعني أمام العائلة، ليس ضعفاً ولا خوفاً بأنهم لا يردون الشتائم ولا يقولونها. نعم. فبالنسبة للبنت المسلمة، يعني أنا الآن ربما ننطلق قليلاً شوية نتحرر أننا نوجه رسائل للنساء. نعم. دائماً ما أخبر بناتي الطالبات أقول لهم أنكم للأسف تلبسون ما يعطيه لكم غير المسلم، ما يخيطه لكم ويصممه لكم غير المسلم. هو يدرس ماذا سيعطي للمرأة المسلمة من ملابس، هو في لديه قصد بأن يعطي المرأة هكذا مواصفات. هذا أولا. ثانيا أن التهاون أصبح، يعني مرة تهاوننا بلبس الألوان، وتهاوننا بلبس القصير والطويل، وتهاوننا بلبس العريض والضيق، وتهاوننا بلبس الرقبة التي تخرج أو الأقراط أو الخواتم أو أي شيء آخر، يعني شيء ملفت للنظر بشكل كبير. نعم. هذه كلها أصبحت مسؤولية الأمهات. يعني زينب كانت أم في هذه الرحلة أيضا، هي هذا كله يصب في يعني مصاديق من مصداق من مصاديق العفة، الأخلاق السامية النبيلة. هنا أيضا بودي أن أسألك سؤال حقيقة، في النهضة
تحديدا بالنهضة الحسينية وتلك المواقف المأساوية. كيف كانت السيدة زينب عليها السلام ترشد النسوة التي معها أن يحافظن على أخلاقهن السامية، مثلا أن يلتزمن بحجابهن، أن يلتزمن بالعبادة، أن يلتزمن بالصبر وما إلى ذلك؟ تفضل. السيدة فاطمة، عفوا، السيدة زينب الكبرى عليها السلام عندما جاءت مع النساء والعيال، حسب ما تذكر أيضا الروايات التاريخية، لم تكن أيا منهن مكشوفة الوجه. أشكرك كثيرا، وإن شاء الله لنا وقفات وجلسات في الحلقات المقبلة إن شاء الله إذا كان لنا من العمر بقية. سادتي الأفاضل، حتى ذلك الحين لا يسعنا إلا أن نشكركم على المتابعة، وكذلك نشكر الست الفاضلة الدكتورة كواكب الفاضلي على الحوار البناء والقيم اليوم. شكرا لك جزيلا، وإن شاء الله انتظرونا في الحلقات المقبلة الأخرى. تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل والعاملين والمخرج، حتى نلقاكم، مع السلامة.